أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبول كافة الطلبات المقدمة لتأمين الأسر المنتجة المستوفية للشروط وفقا لبرنامج خطوة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع المنزلية من الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت أنها لم ترفض أي طلب مستوف للأحكام، ولم تعلن توقف استلام الطلبات أو الانتهاء من مراجعة الطلبات السابقة. تحقيقا لمبدأ شمول التغطية التأمينية لأغلب فئات المجتمع، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبول كافة الطلبات المقدمة لتأمين الأسر المنتجة المستوفية للشروط وفقا لبرنامج خطوة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع المنزلية من الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بموجب أحكام القرار رقم 39 لعام 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وفرع التأمين على أصحاب العمل بهدف الاستفادة من التغطية التأمينية والاستمرار في العمل وممارسة نشاط الإنتاج المنزلي إلى حين استيفائهم المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي. وفي هذا الصدد أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على إلزامية توفير المستندات المطلوبة لضم المدة السابقة وفق أحكام القرارات، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة أيضا عدم رفضها لأي طلب مستوف للأحكام أو توقفها عن استلام الطلبات أو الانتهاء من مراجعة الطلبات السابقة، مشددة على التزامها التام بتطبيق أحكام القانون والقرارات واهتمامها باستكمال جميع طلبات ضم المدة السابقة بما لا يخالف أحكام القرارات المنفذة.